السلام عليكم. عليكم السلام. أعطيكم الصحة والعافية. طيب. هاي النارجيلة بالحديقة، يعني مو بالقهوة، بالحديقة المقهى ما شاء الله. قاعدة حلوة والله، هنيكم بيها إن شاء الله. طباخ طباخ ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أنا أحسد أو أهني كل الشباب على حب الله وجمعة واحدة، خارج عن الوكاحة وخارج عن الشغلات اللي هي يعني مسيئة للأخلاق. الشباب من يجمعون على شغلة هسه، ولو الدخان شوية صعب يعني اللي يأثر على الرئة وهذا، بس أحسن من غير الشباب اللي يعني يشوف منهم مشاكل وطلايب. لا شكرا. أنتوا طلاب؟ طلاب جامعة. يا مرحلة أخيرة. يا كلية؟ باللي يسمون جامعة تقنية. ما شاء الله. وحبيبي نفس الشيء، نفس القصة تقنية. احنا طلاب تقنية قسم واحد. البصرة؟ البصرة قسم كهرباء. بس انا طبعا بصفتي كاتب، الكاتب يكون ناقد. ولو اللي خوفك على النارجيلة، النارجيلة ترى ما تنفع، صدقني يا اخي العزيز. نارجيلة من ليش ما تنفع، بس نقول يعني واحد شوية غير جو. مين خالف؟ احنا ايام زمان صدقني لا ندخن لا نارجيلة لا جيجارة. النارجيلة مضرة بالصحة والله العظيم. ثق بالله يا اخي، وانا اعتبرني اخوك الكبير، اعتبرني عمك، اعتبرني ايش ما تعتبرني. لان النارجيلة انا سمعت عنها هواية مساوئ، واحد منهم اخو زوجتي نصحته من الدخان، هو عمره 14 سنة، بعدين سوى له عملية سحبوا من عنده كذا كيس نيكوتين. زين، والدكتور حذره قال له ترى تموت. ما شفت؟ استلمها الاخ هنا على النارجيلة. شو تقول نصيحتي حلوه؟ والله حلوه، عاشتي لك. انا مجرد ناقد يعني، بعد ما اعرف ذكر ان نفعت الذكرى. لا والله هي حلوه بس واحد شويه يعني. لا مو حلوه. لا لا لا, لا. هاي كلها سد الشرايين، هذه النيكوتين. شلون الدهون مالت الدهن مالت هذا التنكه مال الدهن مال الراعي اللي بيها برافين، نفس الشيء. هاي بعدين نيكوتين كيل يتصلب بالشرايين. شو تقول؟ صحيح، انا لو وياك رياضي. نعم، تنصحهم؟ نادي الميناء العب. ما شاء الله ما شاء الله. رياضي ما يدخن؟ لا ما دخن. اي انصحهم العادي، ما صح اخوانك؟ لا ما دخن الحمد لله. يدري انصحهم، كل ناس حلوم، قول لهم انا رجيله مو زينه وانتم اصدقائي. بعد هو شخص كل واحد ورايه. لا 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 ما تدخن؟ ما دخلته؟ انا؟ لا ما دخن، انا رجال رياضي. فأنا طبعا أشكركم على هذا اللقاء الصغير، ولا تزعلون على النصيحة هذه. حبيبي حبايب حبايب اليوم تضيف وياني حبيبي. لا تسلم تسلم، الله يخليكم، الله يهنيكم القعدة هذه إن شاء الله. الله يعزك حبيبي، وأتمنى لكم أن طيلة العمر تكونون يعني على أخلاق وعلى حب الله وعلى صداقة حلوة. حبايب يلا في أمان الله. الله يعطيك السلامة.